بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم رحين نستكمل الجزء الثالث من التحليل المالي في الإدارة المالية. طبعا الأمثل أو الإكسرسايز اللي بنشتغل عليه هو لكتاب جيتمان Principles Managerial of Finance لورانس آن جيتمان وآن زتها. طبعا الإصدار الموجود اللي موجود على البوابة الجامعة هو الإصدار 14 الأحدث من هذه النسخة، ولكن المثال والأسئلة والبالانس شيت هي نفسها. طبعا قبل لا نبدأ بالتحليل المالي، دائما لأن أنا بدي أتعامل مع الآلة الحاسبة، بحاول أصفر الآلة الحاسبة، بقول شيفت 9، بقول لي كلير اول، بقول له 3، بقول لي ايكوال تساوي، بقول لي بريس اي سي. اذا اصبحت الاله الحاسبه عندي جاهزه بقدر اشتغلها. طبعا احنا تحدثنا عن النسب، وبقي علينا مجموعه من النسب ومنها الديت ريشيو، نسب المديونيه. نسب المديونيه بتنقسم لقسمين، قسم ناطقه يذكر فيها البسط والمقام، بتكون سهله، الذي يذكر اولا بيكون بسط، والذي يذكر ثانيا بيكون ايش عندي مقام. كلما ارتفعت نسب المديونيه في ظل تحقيق أرباح ووجود ضرائب، كلما كانت الربحية أفضل. وبنقصد بالربحية هنا الماكسيمايز ويلث شير هولدرز، اللي هو تعظيم ثروة الملاك. ليش السبب؟ اللي هو الميزة الضريبية تاكسز أدفانتج، اللي هي الميزة الضريبية، إني أنا بحمل ضريبة الدخل الفوائد بمقدار ضريبة الدخل. خلينا نشوف نسب المديونية عندي ونشوف كيف بدنا نتعامل معها. النسبة الأولى بسموها debt to equity، لاحظ هاي النسبة ناطقة، كم تغطي الذمم أو liabilities. هون debt المقصود فيها total liabilities to equity، قديش بتغطي liabilities الإيكوتي. إذن total liabilities على الإيكوتي ضرب 100% إذا بتطلعها نسبة. بنرجع على الاكسرسايز الموجود بالمثال، التوتال لايبيليتيز ايكوال 1643، يعني 1,643,000 على 1,954، كونه حذفت البسط والمقام، حذفت منه ثلاث اصفار، بقول 1643 على 1,954 ضرب 100 بتشكل لي 84%. معناته انه كل دينار من حقوق الملكية بقابلها 84% ايش عندي، او 84 قرش مديونية توتال لايبيليتيز. توتال لايبيليتيز المقصود فيها الشورت تيرم لايبيليتيز اللي هي الكرنت لايبيليتيز او الشورت تيرم اوبليجيشن، واللونج تيرم ايضا شورت تيرم ديت تو ايكويتي، المديونية قصيرة الاجل لحقوق الملكية. الشورت تيرم ديت على الايكويتي 620 اللي هي الكرنت لايبيليتيز على الايكويتي 1954 ضرب 100% بتعطيني 31.7%. ايضا اللونج تيرم تو ايكويتي، اللونج تيرم على الايكويتي، اللونج تيرم على الايكويتي بتساوي هيها اللونج تيرم ديت بتساوي لي 1023 على 1954 بتشكل لي 52%. في حالة يذكر طرف وطرف الآخر مجهول، يعني ما قال لي تو مثلا، قال لي نسبة معينة، إذا هنا بيكون المقام توتال أسست، وبيكون هو غير ملفوظ وبيكون مجهول. مثلا توتال ديت ريشيو، نسبة المديونية. الديت احنا قلنا هي الديت ايش عندي، اللي هي توتال لايبيليتيز. اذا التوتال لايبيليتيز راح تكون بس ما هو المقام راح تكون توتال اسيست. اذا توتال لايبيليتيز 1643 على 3597 تعطيني 45%. اذا نسبه المديونيه على الشركه بتشكل لي ايش عندي 45%. ايضا شورت تيرم ديت ريشيو، لاحظ ذكر طرف والطرف الاخر مجهول، اذا الشورت تيرم ديت على ايش عندي، على توتال اسيت 621 على 3597 تعطيني 17%. اذا نسبه المديونيه قصيره الاجل كم بتشكل لي 17%. اللونج تيرم ديت ريشيو، اللونج تيرم ديت على ايش، على توتال اسيت 1023 على 3597 تعطيني 28%. لاحظ لما يذكر طرف والطرف الاخر مش مذكور بيكون توتال اسيت بجميع الاحوال.
ايضا بدنا نروح على تايم انترست ايرن، ايضا قديش الربح التشغيلي بغطي لي الفوائد المدينه، كم يغطي لي الربح التايم انترست ايرن، كم يغطيها الايبت اللي هي الايرنج بيفور انترست على الانترست اكسبنس، ترجمه الانترست اكسبنس الفوائد المدينه، انترست انكم معناتها الفوائد الدائنه، وعاده بتكون هاي في قائمه الدخل بالبنوك بدل النت سيلز. اذا الايبت ايرنج هي اختصار ايش عندي؟ ايرنج بيفور انترست اند تاكسز ماشي على الانترست 93 418 على 93، يعني الربح التشغيلي كم بغطي الفوائد؟ بغطي ليها تقريبا اربع مرات ونص، بغطيها اربع مرات ونص. لاحظ ايضا الفيكس بيمنت كافريج ريشيو، نسبه التغطيه الكليه او الثابت عندي، شو بتقيسها؟ بتقيس احنا قلنا بالليكويديتي ريشيو، شو قلنا؟ قلنا ذا فيرم ابيليتي تو ساتيسفاي شورت تيرم اوبليجيشن از ذي كم ديو، لكن شو اللي اختلف ما بين هاي والليكويديتي ريشيو؟ لاحظ ساعات بتلاحظ شو الاختلاف، ذا فيرم ابيليتي تو ميت او تو باي او تو جافر اول فيكس. هنا قلت ايش عندي؟ شو الاختلاف ايش عندي؟ هناك الشورت تيرم اوبليجيشنز all fixed payment obligation such as مثل ايش يعني loan interest فوائد القرض principal الالتزامات السنويه او الاساسيه عندي lease payment النفقات الايجار preferred stock dividends توزيعات الاسهم الممتازه. خلينا نشوف شو القانون تبعها. الفيكست بيمنت كافريج ريشيو شو بيساوي لي؟ الايبت زائد الليس بيمنت على الانترست اكسبنس زائد الليس بيمنت زائد، لاحظ هاي موجوده وين عندي؟ موجوده داخل قوس برينسيبلز بيمنت برينسيبلز او برينسيبلز انوال بيمنت زائد بريفير ديفيدنس، هاي زائد هاي بقسمهم او بضربهم بواحد على واحد ناقص تاكس ريس، بس هيك افضل، بقول برينسيبلز بيمنت زائد بريفيرد ستوك ديفيدنس بجمعهم على واحد ناقص التاكس ريس وبرجع زائد زائد، وبتكون هاي موجوده معي عندي. لاحظ ساعات كيف انا ممكن احلها كلها، لاحظ هيها موجوده، انا ممكن استفيد من الاوبشنز الموجود وين عندي؟ الموجود بالماكنه الحاسب اللي عندي زي هيك مثلا، لاحظ ممكن اخذهم دفعه واحده 418 زائد 35 تقسيم، بفتح قوس وبسكر قوس وبرجع بحطه انا بسطه مقام عندي، عفوا قبل بسطه مقام بمشي هون بقول 93 زائد 35 زائد، هون عندي بسطه مقام، هون في ايش عندي؟ بسطه مقام بقول زائد بنزل بسطه مقام بقول 71 زائد 10 على واحد ناقص اللي هي التاكس ريت 29% تقريبا، كم بتساوي لي عندي؟ بتساوي فيها خطأ معين، هسه برد اعيد مرة ثانية أخرى 418 بحطه داخل قوس عندي 418 زائد 35 وبسكر القوس تقسيم وبفتح قوس وبسكر قوس وبنزل عليه عندي بقول 35 عندي 93 زائد 35 زائد بفتح قوس عندي وبسكر قوس وبرجع داخل القوس وانا عندي بحط بسط مقام عندي 71 زائد 10 على واحد ناقص 29%، شو لازم تطلع معي؟ 1.87%. اذا نسبة التغطية الكلية كم بيساوي لي؟ 1.87%. طبعا اللي ما بيكون عنده مهارة على الحاسبة شو بيساوي؟ بيطلع المقام لوحده. كيف بيطلع المقام لوحده؟ السرعة له ايش عندي؟ السرعة اللي عندي هون ممكن انا اطلع المقام لوحده، كيف راح اقول عندي؟ 71 زائد 10 بيساوي لي 81 تقسيم، بفتح قوس بقول 1 ناقص 29% زائد، طبعا هون ممكن اشوف زائد 35 زائد 93، راح يطلع المقام عندي 242، هاي المقام عندي 242 وبقول 413 زائد 35 على 482 بتطلع معي الحسبة تقريبا 1.9%. كونا احنا بنتحدث عن المديونية راحين نتحدث عن اللافرج الرافعة، في عندي نوعين من الرافعة، الرافعة المالية والرافعة التشغيلية. يعني الرافعة التشغيلية انا باخذ فلوس من الناس وبدفع كلفة عليهم، لكن وين بحملهم؟ بحمل نسبة منهم ايش عندي؟ لضريبة الدخل. ولكن التاكسز ادفانتج سلاح ذو حدين، اذا كانت الشركة لم تحقق ارباح
وما عندها ربح تشغيلي وما عندها أرباح بتحققها، إذا ما راح تستفيد لأنه ما راح يطلع عليها ضريبة. الشركة إذا بتكون خسرانة ما عليها ضريبة عندي، وبالتالي ما راح تستفيد منها التاكسز أدفانتج، الميزة الضريبية عليها. الديجري فاينانشال لافريج، لاحظ ببساطة الإيبت على الإيبت ناقص الانترست اكسبنس ناقص البريفير ديفيدنس. لاحظ ناقص مع ناقص موجب، هاي زائد هاي، او هي بفكرتها يعني لو كان مثلا عندي هون 10 دنانير، 10 ناقص 2 بساوي لي 8، ناقص 2 بساوي لي 6، لو قلت 2 و2 هون 4، 4 ناقص 10 بساوي لي 6 عندي، بساوي لي ايش عندي؟ 6 عندي. اذا بنرجع الايبت كم بتساوي لي؟ 418 على 418 ناقص 93 ناقص 10 على 1.9 على 21%. ايضا ممكن اخذهم على الاله الحاسبه دفعه واحد عندي، ايضا ممكن اقول ايش عندي 418 تقسيم، بفتح قوس وبسكر قوس وبرجع بقول ايش عندي على 418 ناقص 93 ايضا ناقص بفتح بحط بسط ومقام عندي 10 على 1 ناقص 29%. كم بتساوي لي؟ بتساوي لي 1 وايش عندي 34%، 1 و34%. لكن اذا كنت انا ما عندي هاي المهاره شو بساوي؟ بقول 418 بحطه على جنب هون، بقول ايش عندي ال 10 على 1 و29%، بتوقع انه بتطلع 14، 14 زائد 93 بتطلع 107، 418 ناقص 107 4 بتعطيني 310، 418 على 310 بتعطيني 1.34% درجة الرافعة المالية. طبعا السؤال بيطرح نفسه، لو كانت الرافعة المالية 1 صحيح معناته انه الشركة ما عليها دين، يعني كيف؟ هون لنفترض ان 418 و418 418 على 418 ناقص 0 بساوي لي 1، معناته انه الشركة اذا كانت الرافعة المالية ايكوال 1 صحيح معناته الشركة بتعتمد بتمويل حساباتها كلياتها ايش عندي؟ على حقوق الملكي. اذا الرافعة المالية كم بتساوي لي عندي؟ بتساوي لي 1.34. لكن لو فتحنا الكتاب، فتحنا الكتاب وشفنا اي صفحة موجودة بال 13 اديشن الديجري فاينانشال افريج، لاحظ هون عندي سؤال بقول لك الايبت على الايبت ناقص الاي اللي هي الانترست ناقص اللي هي ايش عندي؟ طبعا اللي كونه ضربه بواحد هون هي نفسها اللي بريفير ديفيدنس، لو حطها هون محل الواحد بيطلع نفس النتيجه، بتطلع ايش عندي؟ نفس النتيجه لاني بدي اضربها ايش عندي؟ بواحد. طبعا لاحظ انه الديجري فاينانشال افريج الرافعه الماليه هذا قانون لها، وايضا البيرسنتج تشينج لها، ممكن اللي يكون لها قانون ثاني، لها قانون ثاني اللي هو ايش عندك؟ نسبه التغير بالاي بي اس على نسبه التغير بالابت. لكن السؤال بيطرح نفسه، لنفترض انه كانت الشركه بالبدايه ما بقدر اطلع البيرسنتج تشينج، ولذلك بفضل استخدام هذا القانون عشان يطلع لي ايش عندي؟ يطلع لي الرافعه الماليه. وبنلاحظ انه الاكسرسايز اللي موجود هون طلع البيرسنتج تشينج عندي من خلال القانون التغير، طلع ايش عندي 2.5، وايضا هون طلع ايش عندي 2.5. طبعا ممكن يعني الحساب ما يتطابق مع بعضه البعض، وخصوصا اذا كان هناك ارباح غير تشغيليه اللي بيسموها نت اذر ريفينيو. اذا كان نت اذر ريفينيو هاي ما راح يتطابق هون وهون، بتطابق ايش عندي؟ عندما يكون الربح تشغيلي ويكون الاذر ريفينيو او النت اذر ريفينيو ايكوال زيرو. اذا هذا القانون لاحظ موجود بكتاب اللي هو 13 اديشن 519، طبعا جايات من وين عندي؟ من البريك ايفن بوينت او الى اخره. اذا هذا الرافعه الماليه اللي هي قدره الشركه على استخدام الدين في تمويل الأصول عندها، ولكن بالاستفادة إيش عندي؟ من الميزة الضريبية. إذا هاي هو أنا عندي ديجري فاينانشال أفريج بعيد الإبت على الإبت، إذا كان الإبت على الإبت وكانت هاي زيرو وهاي زيرو معناته الشركة لا عليها أسهم ممتازة ولا عليها إيش عندي ولا عليها ديون، وبالتالي هي بتعتمد 100% على الإيكوتي. ايضا من الاكسرسايز الموجود 14 418 اللي هو الايرنينج بيفور انترست على 418 ناقص الانترست اكسبنس ناقص البريفيرد ستاك ديفيدنس على 1 ناقص تاكس ريت، ولو حطيناها قلنا 10 ضرب 1 على 1 ناقص 29% راح تعطيني نفس النتيجه. ايضا
في إشي بسموه الدي هلا لاحظ هون، هي أيضا بنكرر الدي اف اللي بيساوي لي إيش عندي 1.34% أو واحد أو 134% لو ضربتها ب 100% بتطلع نسبتها 134. كلما ارتفعت درجة المالية الرافعة المالية مع تحقيق ربح كلما زادت ربحية الشركة. شو حطينا هون؟ ثروة الملاك، ثروة واي تاكسز ادفانتج، الميزة الضريبة، أي تحميل عبء الدين، الفوائد إلى ضريبة الدخل بمقدار نسبة ضريبة الدخل. في شيء بسموه الدل اللي هو الرافعة التشغيلية، كلما زادت التكاليف الثابتة بالشركة معناته إنه الشركة بحاجة إلى رافعة تشغيلية إيش عندي عالي جدا. بهاي الحالة ممكن الشركة تلجأ إلى رفع الأسعار، أو إنه إيش عندي تخفض الأسعار لكن بتزيد كمية البيع حتى تعوض إيش عندي اللي هو الديجري اوبريتنج لافريج اللي هي الرافعة التشغيلية. الرافعة التشغيلية شو بيساوي لي؟ جروس بروفيت على الإبت اللي هي 986 على 418. إذا إيش عندي هون؟ الدل اللي هي الديجري اوبريتنج لافريج بيساوي 2 أو 235% عندي. إذا الدي سي ال، في شيء اسمه الدي سي ال، الدي سي ال ببساطة 2 ضرب بعضها البعض اللي هي ديجري كومباين لافريج اللي هي دي اف ال ضرب الدول، 1 و134% ضرب 2 و35% مضروبين مع بعضهم شو بتعطينا؟ ديجري كومباين لافريج أو الديجري توتال لافريج الرافعة المشتركة أو الرافعة الكلية. إذا الرافعة الكلية بتساوي ليش عندي 3.17% عندي 3.17%. لكن أنا ممكن افرجيك كيف يكونوا شكلهم مع بعضهم البعض اللي هم هيك. لو كانت ايش عندي الابت على الابت ناقص الانترست ناقص البريفيرد ستاك ديفيدانس على واحد ناقص تاكس ريت ضرب الجروس بروفيت على الابت. لاحظ لو بدي اطلع الرافعه الكليه هاي ايش عندي الابت مع الابت ايش عندي بيطلع، لا اذا بدي اطلع الكومبايند افريج عندي. ايضا راح اشيل 418، اذا بدي اطلع الرافعه الكليه بقول 986 على 418 ناقص 93 ناقص 10 على 1 وناقص، احنا طلعناها جاهزه، قلنا ايش عندي؟ 1.34% و2.35%. اذا الديجري كومبايند لافريج شو بيساوي لي؟ هاي ضرب هاي بتعطيني 3.117 يعني تقريبا ايش عندي؟ 300%، اذا 300%. وهيك بنكون احنا خلصنا النسب الماليه، وظلت علينا نسبه اللي هي سقط سهوا بسموها البيسك ايرنينج باور اللي هي البيسك ايرنينج باور. البيسك ايرنينج باور اللي هي بسموها القوة الإرادية. الفكرة تبعتها لو حطيت انا هون البيسك، لو قلت بيسك ايرنينجز باور شو بتساوي لي؟ بتساوي لي الابت على النتوركينج اسيست. طبعا ممكن اشرحها الابيت على النتوركينج اسيست، طبعا النتورك الابيت اللي هو الربح التشغيلي على النتوركينج اسيست. ساعات النتوركينج اسيست ممكن تكون التوتال اسيست، ممكن يقول لي مثلا التوتال اسيست منها مثلا 200 او 1000 نون بيرفورمينج اسيست غير عامله بطرحهم منهم. وبالتالي لو لنفترض انه هون عندي على الاكسرسايز الموجود راح اقول ايش عندي 400 18 على 3597 تساوي، امسك الآلة الحاسبة، اذا راح اقول ايش عندي 418 تقسيم 3597 بتساوي لي كم؟ بتساوي لي 116%، بتساوي 116 بالألف. اذا 116 بالألف بتساوي لي 116 بالألف. لو بدي اقربها ممكن ايش عندي تكون 12%. هاي طبعا البيسك ايرنينج باور هاي وين باي نسب؟ نسب البروفيتابيليتي ريشيوز، بروفيتابيليتي ريشيوز هاي موجوده وين عندي؟ بنسب الربحيه، موجوده وين عندي؟ بنسب الربحيه. بنكون هيك عندنا خلصنا الريشيوز. وخليني بس قبل لا انهي انه انا ممكن احط سؤال انه مثلا النون بيرفورمينج اسيست، او اعطيك اياه جاهز، النون بيرفورمينج اسيست بيساوي مثلا نفترض انه 597. شو بدي اقول؟ بقول 3597 ناقص ال 597، اذا 418 على 3000 على 3000. اذا كانت عندي 597 غير عامله راح اقول 418 تقسيم 3000 شو بيساوي لي عندي؟ بيساوي لي
تقريبا 14%. إذا افترضت أن هناك أصول غير عاملة، يعني أصول مجمدة أو الأصول غير مستخدمة مثل الأراضي عقارات وإلى آخره، وكان من ضمن الأصول عندي 597 ما ساهمت بالربح التشغيلي، بطرحهم بقول إيش عندي النتوركينج أسس. شو بساوي لي عندي لو بدي أكتبها أنا؟ النتوركينج أسس بساوي التوتال أسس ناقص النن بير فورمينج نون بيرفورمينج اسيست. لاحظ النت، لاحظ هون عندي النت وركينج اسيست شو بتساوي؟ التوتال اسيست ناقص النون بيرفورمينج اسيست. الاصول ايش عندي؟ الاصول غير العامل. برجع بكرر، مثلا لنفترض انه قال لي 1000، قال لي انه النون بيرفورمينج اسيست بيساوي لي 1000، بقول ايش عندي؟ 418 على 3597 ناقص 1000، وراح اقول ايش عندي؟ هيك راح اقول 400، هيك عندي 418 تقسيم بفتح قوس 3597 ناقص 1000، شو بطلع عندي؟ بتطلع القوة الإرادية بتطلع 16%، بتصير ايش عندي؟ 16%. لكن هون انه انا بدي افترض انه ايش عندي؟ كل التوتال اسس بيرفورمينج كلياتها ايش عندي؟ عامله. بنكون احنا هيك تقريبا انهينا ولو بنسبه 70% من التحليل المالي. وشكرا لكم.